سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. في هذه الاجواء الحاره خصصت هذا الفيديو لثلاث مشروبات بارده منعشه وخاصه صحيه. نبداو الفيديو باول وصفه واللي هي تي غلاسي على بيش او تي المثلج بالخوخ. هي مكونات جد بسيطه خفيفه سهله وخاصه ما تطلبش الكثير من الوقت. للمقادير راح نحتاجو الشاي الاخضر، حبه خوخ، شرائح من الليمون، وملعقة كبيرة من العسل. اولا حنا راح نبداو بتحضير لانفوجيون دو تي. الوغ باش نحضروا هاد لانفوجيون دو تي راح ناخذوا لتر من الماء المغلي، وراح نضيفوا له ملعقتين يكونوا معمرين من الشاي. نصيحة لكم باش تحصلوا على شاي مجمد تكون عنده نكهة خاصة، استعملوا لو تي فخويتي. وحنا رايحين الان راح نتركوه يرتاح لمدة من 5 إلى 10 دقائق. في هاد الاثناء انا رايحة ناخذ الخوخ تاعي وريحة نقطعو إلى شرائح. الشاي تاعي باستعمال الصفاية، وراح نضيف لها باقي المكونات، يعني شرائح الليمون، شرائح الخوخ، وملعقة من العسل. الآن خلطوه جيدا باستعمال الملعقة. وراح نحطوه في الثلاجة لمدة من 8 إلى 10 ساعات. وفي الأخير نحطوه في كاس وراح نضيفه له لي غلاسون. صدقوني جربوها وما كمش راح تندموا. الوصفة الثانية أخواتي هي ليموناد بالدلع أو ليموناد على باستيك. للمكونات راح نحتاجو ربع دلاعة تكون مقطعة إلى قطع صغيرة، ومن أفضل نحيو لهم ليغران. نحتاجو أيضا إلى 2 ليمونات، مياه معدنية غازية، ملعقتين كبيرتين من السكر،
وأوراق النعناع. أول خطوة رايحين نعصروا القارص تاعنا. وراح نخدم بالبلندر اللي باش يكون في علمكم، انا البلندر تاعي ما يهزليش كميه كبيره، دونك حنخدم نصف الكميه. راح ناخذ الدلاع نضيف له السكر جو دو سيترون وراح نخلطو حتى يترحالي كامل المكونات. انا اخواتي رحت صفيت الجو تاعي قبل ما حطيتو في كؤوس التقديم، وهذا يبقى اختياريه. نضيفو لها المياه المعدنيه الغازيه وفي الاخير زينوه بالنعناع اللي تكونوا غسلتوه من قبل. وبالطبع بشرائح الليمون. جربوه، انا ننصحكم راحين متقدروش تصوروا قديش راهي منعشه. جربوها وماكمش خاسرين. والأخيرة أخواتي سدان كلاسيك، واللي هي عصير الليمون بالنعناع أو جو دو سيترون ألامونت. نحتاج للوصفة هذه ربع ملاعق من السكر، عشرات من أوراق النعناع يكونوا مغسولين، 3 حبات من الليمون يكونوا كبار، و 750 مللتر من الماء. انا رايحه نعصر الليمون تاعي، خواتي رايحة ناخذ البلاندر تاعي، رايحة نحط فيه المكونات، يعني سكر، أوراق النعناع، والجو دو سيترون. رايحة نخلط المكونات الخطوة الأولى بدون استعمال الماء. ونشعل البلاندر تاعي لمدة 4 دقائق.
لاحظوا لازم اوراق النعناع يترحوا جيدا. ثم راح نواصلوا بعد إضافة الماء ونرحيه مرة أخرى. راح نفرغ في الكؤوس ونضيف لهم لي غلاسون. ان شاء الله اخواتي يكونوا الوصفات نالوا اعجابكم. ما تنساوش الاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس. سلام.